السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، وان شاء الله ربنا يعود عليكم الايام بخير ويجي العيد ان شاء الله ونكون بمنتهى الصحه والسلام ان شاء الله. فهنتكلم عن عادات صحيه المفروض نتبعها في خلال شهر رمضان عشان جسمنا وصحه جسمنا، وعادات غلط برضو ناس كتير بتعملها من غير ما تكون مدركه للخطوره بتاعتها على صحه جسمنا، برضو كل ده من منظور طبي ان شاء الله. اول حاجة الناس بتعملها غلط في خلال شهر رمضان هي مثلا عند السحور يشربوا مية كتير جدا على اساس ان ده يعوض العطش بتاع بالنهار، بس ده غلط. بالعكس، هو بيعمل ايه؟ بيزود التبول او ان الناس تحب تروح الحمام كتير، بس ده كل اللي بيعمله ان احنا نشرب مية كتير جدا على السحور. ايه البديل بقى للعادة الغلط دي؟ البديل ان احنا ناكل الخضروات او الفاكهة الغنية بالمية او فيها الياف، وتمد جسمنا بالمية الكافية اثناء النهار بشكل منتظم وصحي من غير المجهود اللي بنعمله على معدتنا بالمية الكتير اللي بنشربها. الفاكهة دي زي ايه؟ بطيخ مثلا، ممكن التفاح، كمان الخيار من الحاجات اللي بتخلي الجسم، هي غنية اصلا بالمية فتمد الجسم بالمية بشكل منتظم وطبيعي وكويس اثناء النهار. كمان من العادات الغلط اللي بتخلينا نعطش اثناء النهار المخللات والموالح والتوابل، ودي برضو مشهورة في شهر رمضان. شهر رمضان طبعا مشهور بالمخللات، فده دي عادة غلط برضو لان بتخليك تعطش اثناء النهار والجسم نسبة الاملاح فيه بتزيد وبيفقد كمية سوائل كبيرة، وبتزود برضو الناس تروح حمام كتير، فده بيخلي نسبة المية في الجسم تقل. من العادات الغلط برضو الحلويات بكميات كبيرة، دي بتزود نسبة الدهون في الجسم ونسبة السكر في الدم والكوليسترول، فالمفروض ما ناكلش الحلويات بكميات كبيرة دي، ونعوضها بالخضار والفاكهة. الفاكهة الطبيعية الصحية بشكل بتكون أحسن طبعا، أو حتى العصاير، لكن بلاش الحلويات الكتير. من العادات الغلط بنعملها في رمضان النوم الكتير، يعني نفضل نايمين كتير. ثبت علميا ان الرياضة في الفترة اللي هي بساعة قبل السحور قبل الفطار مفيدة جدا للجسم، وبتنشط الجسم جدا وبتقوي عضلات الجسم، او بعد الفطار بساعتين كده، يبقى دول الاوقات المناسبة لممارسة الرياضة. وممارسة الرياضة في شهر رمضان شيء جميل جدا وصحي ناس تعمله، يعني كبديل عن الخمول والكسل اللي بيكون فيه الناس في شهر رمضان. من العادات الصحية لأثناء بقى الفطار إن شاء الله، حاجة الرسول أمرنا بيها عليه الصلاة والسلام اللي هي تناول التمر أول حاجة، ونستنى شوية وبعدين نبدأ الوجبة بتاعتنا، لأن التمر فيه نسبة سكر معتدلة ومنتظمة للجسم، مش الكميات الكبيرة اللي بتبقى موجودة في الحلويات. يعني بلاش الحلويات ونعوضها مثلا بحاجة زي التمر، أو مثلا عصير، ممكن نعمله عصير ونستنى شوية 5 دقايق ولا حاجة وندخل على الوجبة بتاعت الفطار. كمان من الحاجات اللي المفروض الناس تخلي بالها منها ان ما ناكلش وجبة الفطار كلها مرة واحدة بعد المغرب، او المغرب بدنا ناكل الكمية كلها، لا، نقسمها مثلا وليكن على مرتين، بحيث مثلا ناكل وجبة متوسطة مثلا اول المغرب ما يأذن مثلا، ونستنى شوية بعد العشاء وبعد التراويح ناكل مثلا وجبة خفيفة مثلا، وكمان بقى عند السحور نسحر، لكن بلاش وجبة دسمة كاملة وقت مرة واحدة، لأن ده مرهق جدا للمعدة وغلط صحيا لجسمنا. برضو ان احنا نكتر من الخضروات والفواكه، بلاش الحلويات الكتير. معروف ان الناس في فترة ما بين الفطار والسحور بقى حلويات وسكريات كتير جدا، فده غلط. بلاش يعني العادة دي، نحاول نكون يعني نتعامل مع المعدة برفق ولين، بلاش يعني نحط فيها كميات أكل كبيرة جدا. كمان من الحاجات المرهقة جدا للمعدة شرب المية الباردة عند السحور، في ناس تكون عطشانة فتشرب مية باردة بكميات كبيرة خالص، فده بيخلي المعدة برضو بيحصل خلل في حركة الأمعاء، مشكلها كتير جدا المية الباردة، وبتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، والهضم مبيبقاش كويس، بتعمل حموضة، بتزود الحموضة، فبلاش موضوع المية الباردة. المية العادية كفاية قوي ومناسبة.
وكمان بلاش الكافيين والمشروبات الغازية، لأن هي بتسحب المياه من الجسم أو بتخليك تروح برضو بتزود نسبة التبول، فده بيخلي الجسم يفقد كمية كبيرة من المياه. بلاش الكافيين، وبرضو نستعيد عنه بالخضار الطبيعي، بالفاكهة الطبيعية أو العصائر الطبيعية. كمان هنتكلم عن نقطة مهمة، ازاي نحافظ على اسناننا في شهر رمضان، لان معروف ان لازم طبعا النظافة، لان بتبقى رائحة الفم يعني مش محببة قوي في شهر رمضان عشان الصيام، فاحنا نحافظ عشان ما تكونش الريحة اوفر يعني تكون حلوة، يعني نحافظ نغسل سناننا كويس جدا، نغسلها بعد السحور وقبل ما قبل ما الفجر يأذن نغسلها، ده عشان حلال وما تبقاش خايف من انا بلعت او حلال او حرام. ولو حصل وما غسلتهاش قبل السحور ممكن تغسلها مثلا بعد السحور، بس في يعني ساعة او ساعتين بعد السحور، بحيث يعني ده احسن من ناحية ان لو غسلت اسنانك اثناء مثلا العطش الشديد بالنهار، ده في نسبة شك او حرمانية او كراهة، لان انت كده في ترطيب للفم، فأثناء النهار مش هنغسل سناننا او كده، بس بعد السحور مباشرة او بعدها بساعة او اتنين. وممكن نستعمل السواك برضو كسنة، وهو الفرشة والسواك واحد، يعني اللي عايز يستعمل فرشة او السواك تمام مفيش مشكلة، بس يا ريت نهتم بغسيل اسناننا اثناء رمضان كده، علشان دي عادة صحية برضو مهمة ولازم ننبه عليها كده ونتكلم عنها. ويا رب ان شاء الله تكون النصايح دي فادتكم وكل الناس تعمل بيها، علشان نحصل على جسم قوي وصحي ان شاء الله كده، ونيجي ويجي العيد واحنا بأتم صحة وسلامة وعافية ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.